السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من تحليل أنديل. الرئيس الأسبق محمد مرسي، الراجل ده اتظلم من الجنبين، اتظلم من اللي قالوا عليه آخر الأنبياء واتظلم من اللي قالوا عليه جاسوس، فلا هو آخر الأنبياء ولا الحكم النهائي صدر عليه وحكم عليه بأنه هو جاسوس، فخلينا نتعامل معاه من فضلكم على أنه الرئيس الأسبق محمد مرسي، وخلينا نكشف بعض الخبايا الموجبة لوفاته. أوعدكم إن اللي هتسمعوه وتشوفوه في الحلقة دي ما سمعتهوش ولا شفتوه في أي برنامج تاني، ولا على يوتيوب ولا على أي قناة تلفزيونية. هنتكلم عن النفاق والمتاجرة اللي صاحبت وفاة دكتور مرسي الله يرحمه، ويا ريت محدش يقول لي ما تقولش عليه دكتور، الراجل دلوقتي عند ربنا عند اللي أحسن مننا، فخلينا نتكلم عليه باحترام لأن الموت له جلاله وله هيبته. معسكر الإخوان بره مصر وتحديدا في قطر وفي تركيا هايج، بالإضافة لبعض النشطاء اللي بيقولوا إن هم مش تبع الإخوان المسلمين، مولعين السوشيال ميديا والقنوات الفضائية. اللي حصل بعد إعلان وفاة دكتور مرسي كان ممنهج ومدروس وكان منتظر اللحظة الحاسمة. الملاحظ على كل اللي بيتكلموا ان هم استخدموا لفظ واحد، رئيس المنتخب، وكأن لفظ رئيس منتخب ده سك غفران وتمييز لصاحبه، وكأن المنتخب لا يخطئ، وكأن الانتخاب في الدين، وكأن ابو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضوان الله عليهم جميعا كانوا جايين من انتخابات. اللي قام بيه المتأسلمين على شاشات الفضائيات استفز المصريين جميعا. ده نموذج بسيط من الاستفزاز اللي استخدمه بعض المشايخ أو من يطلق عليهم مشايخ، وترك أثر وجفاء كبير بين الشعب المصري وبين دكتور مرسي رحمه الله. قص عليه أحد الذين ذهبوا أنه رأى مجلسا فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرئيس محمد مرسي والحضور، وحان وقت الصلاة فقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل يصلي بكم الرئيس محمد مرسي. بصراحة من يوم ما مرسي تولى الحكم الشعب المصري ما حسش انه كان بيحكم، الشعب المصري كان حاسس انه ما هو الا مجرد مندوب لمكتب الارشاد في القصر الرئاسي، فكانت الجماعة هي صاحبة القرار، وفي لحظة ما الشعب تأكد بما لا يدع مجالا للشك ان دكتور محمد مرسي مرتهن لحساب جماعة الاخوان المسلمين، وتحديدا لقرارات وخيارات خيرة الشاطر، رجل الظل في الاخوان المسلمين والمرشح الاصلي للرئاسة، وبالفعل ثار عليه المصريون، لان الدكتور محمد مرسي بنفسه هو اللي قال لو لقيتوني غلط او خلفت وعد او خالفت الدستور ثوروا عليا. ان خالفتكم ثوروا عليا. ان خالفتكم الميادين مفتوحه. وبناء على الثوره اللي قام بها الشعب تحرك الجيش لحمايه الثوره والعزل دكتور مرسي، او بمعنى ادق واوضح واصدق لعزل جماعه الاخوان المسلمين من حكم مصر. فكلنا متفقين ان مرسي ما حكمش ولا كان بيحكم. من وقتها واردوغان عمل مؤتمر صحفي وتاجر بالقبض على محمد مرسي. مشكله الناس ان هي فاكره ان اردوغان حليف لمرسي وان اردوغان ما بيحبش السيسي، ولكن الموضوع كله على بعضه هي مصلحه مش اكتر. فلو كان رئيس السيسي كان اتاخر في تقسيم الحدود البحريه مع اليونان وقبرص وكنا استنينا شويه على البحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، كان زمان حقل ظهر اللي احنا بنفخر بيه وفرحانين بيه قوي ملك لتركيا، حقل ظهر اللي مكن مصر من الاكتفاء الذاتي في الغاز ومكنها كمان من التصدير. لو كان السيسي فتح الاسواق المصريه سداح مداح للمنتجات التركيه، ولو كان السيسي سمح لاردوغان بالتدخل في الشان المصري، كان في احتمال كبير ان اردوغان يعمل مسلسل كبير عظيم جدا عن السيسي بنفس ميزانيه اردوغان كده، وكان يذكر فيها انجازات السيسي وبطولات السيسي. وبما اننا جبنا سيره اردوغان فلفت انتباهي حاجه غريبه قوي في النفاق والرياء. جماعه كده بيسموا نفسهم السوركيين، يعني السوريين المواليين لتركيا، وهم جماعه ضحوا بنبل قضيتهم وثورتهم وسلموها لتركيا على طبق من فضه فاصبحوا سوركيين. وبالمناسبه اللفظ ده مش جديد، اللفظ ده بيستخدمه السوريين ذات نفسهم على الجماعه السوريين اللي باعوا القضيه وراحوا تركيا. الاقي لك بقى قناه بتبث من تركيا اسمها تلفزيون سوريا، والقناه تابعه لشركه فضاءات ميديا اللي بيشرف عليها عزمي انطون بشاره، وبتمول جزئيا او كليا من فلوس الغاز القطري، والمفروض ان هي بتدعي حرصها على الشعب السوري وعلى ثوره الشعب السوري ضد بشار الاسد. يخرج علينا واحد من مذيعين القناه دي واسمه معاذ محارب يتلو خبر وفاه مرسي بصيغه انه اول رئيس منتخب وداعم للثوره السوريه. وهنا احب اكشف لكم حجم النفاق اللي بيعاني منه مجموعه السوركيين دول، وعلى راسهم ما يسمى بتلفزيون سوريا برئاسه عزمي انطون بشاره المندوب الصهيوني في دوله قطر. فالسوركيين والاخ معاذ كمثال نسوا او تناسوا التصريح ده لدكتور مرسي. بيننا وبين روسيا وفي محادثات اليوم توافق وتكامل وتنسيق عالي في موضوع حل المشكلة السورية. والأكتر من كده ان انتوا بتقولوا ان مرسي هو اول رئيس منتخب، بس هو كمان اول رئيس مصري يسمح بدخول رئيس ايراني لمصر. وطبعا ما فيش داعي نتكلم على السياحة الدينية اللي كانوا عايزين يعملوها في مصر، وان الايرانيين يدخلوا مصر كسياحة دينية، وهي نفس المسألة اللي عملتها ايران مع سوريا.
فحزب الله والميليشيات الطائفية الإيرانية غزت سوريا بحجة لبيك زينب، وأظن مفيش داعي أشرح أكتر من كده. كفاية إني أكد لكم نفاقكم ومتجرتكم يا من تعملون تحت إمرة عزمي أنطون بشارة باستغلالكم لوفاة مرسي بالصورة دي، صورة بطلكم المغوار أردوغان أكتر واحد مساند للثورة السورية، هو أكبر حليف لإيران وروسيا اللي بيحاربوا الثورة السورية. لقاءاته في سوتشي وأستانا ملهاش عدد، وتحالفه مع الإيرانيين والروس ملهاش حدود، وهو اللي سلم حلب للإيرانيين، وقوات الجيش النظامي السوري بقيادة بشار الأسد بتقصف أدلب تحت سمعه وبصره وهو واقف بيتفرج. مش بس كده، لا ده بالتنسيق معاه كمان. فيا ترى ليه ما سمعناكوش بتتكلموا على أردوغان اللي بيبيع قضيتكم يوم ورا التاني، باع قضيتكم وثورتكم وتاجر بيهم؟ عن أردوغان أتحدث يا معاذ محارب ومن على شاكلتك. الأهم بقى من كل ده إن أنتوا ناسيين خالص إن مرسي مجرد شأن مصري داخلي، فسواء كان رئيس سابق أو حالي أو معزول أو متوفى أو مسجون، فده شأن المصريين، فما تكونوش ملكيين أكتر من الملك. وكالة الأناضول التركية بتنشر خبر لخطيب الموساد كمال الخطيب صانع الفتنة وحامل الجنسية الإسرائيلية عشان يدلوا بدلوه ويقول لك برضه رئيس المنتخب. بس وكالة الأناضول نسيت تشيل كلمة إسرائيل وتحط فلسطين، ما هو فعلا من إسرائيل وعايش في إسرائيل وبيحمل الجنسية الإسرائيلية. طبعا بقى النفاق والمتاجرة ما تكملش غير بكبير المعقدين وملك الحزق معتز مطر، وبكل بساطة ومن أجل استدراج العاطفة والتهييج يقول لك السيسي قتل مرسي ومرسي الرئيس الشرعي. رخص ونفاق معتز مطر مش محتاج تعليق أبدا. بس ثانية كده، مش معتز ده اللي كان بيقول ان التمرد بتعمل لصالح مرسي وبانه نزل ثورة 30/6 عشان خاطر يعزل مرسي، وانت اللي قلت ان الناس كلها نصحوا مرسي ومرسي ما استجابش، حتى الفريق السيسي نصح مرسي ومرسي ما استجابش؟ يعني انت شاركت في عزل مرسي، شاركت في عزل الرئيس الشرعي وقتها وقلت ان شرعيته سقطت. لان انا بعتبر كمان ان دكتور مرسي شريك رئيس في كل ما يحصل في البلاد ان لم يكن الشريك الاكبر. إن لم يكن الشريك الأكبر في كل ما يحدث ويتحمل وزر كل شيء، لأنه هو كان أكتر بني آدم عنده فرصة تاريخية أنه يعمل حاجة وما عملهاش، فلم يتم الاستجابة زي لدي زي ما مع عشرات الناس نصحوا، كل حتى زعماء المعارضة نصحوا، قيادات القوات المسلحة نصحت، الفريق السيسي نفسه نصح، وأعتقد كل دول مرسوا اللي أنا عملته. لو جينا نلوم تاني ارجع لنا نقطة مهمة جدا، معلش انا برجع لها، لا هي حكاية انك انت كنت شايف فيه ومتاع، هو الفريق السيسي كان شايف مرسي مانديلا لما حاول ينصح له اللحظة الاخيرة قبل ما يطلع البيان، حاول ينصح للحظة الاخيرة عشان ينقذ البلد. كل الحمدين صباحي البردعي ما حفظ قبل الجميع، الجميع حاول ان ينصح عشان يعمل بلد، ولكن على قلوب اغفلوها. الشرعية رجعت له تاني لما مات ولا لما روحت تركيا وشفت فلوس تركيا؟ مش قلت لكم رخص ومتاجرة معتز مطر اللي شارك في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد مرسي عشان يتعزل بيقول لك مرسي رئيس الشرعية؟ يا معتز، مرسي اتعزل بثورة شعبية انت شاركت فيها، وما تقوليش اصل الامور بعد كده اتغيرت. احنا بنتكلم على حالة الشرعية اللي انتهت بعزله، تيجي بعد كده تحللها لنفسك والكلام الاونطة اللي بتعمله انت وشلة المنافقين اللي قاعدين عندك في تركيا، انت عارف كويس قوي ان انت كذاب وكلكم كذابين. هشام عبد الله اللي بيبكي ويتباكى على مرسي اللي كان بيقول لك ده ما ينفعش يكون رئيس سوبر ماركت، ده مرسي ما عندوش شرعية. يعني لاول مرة الشعب المصري كله بيتوحد، وفكرة التمرد دي وحدت الاضداد، والشعب ادرك ان بلده بتتسرق. فاحنا دلوقتي اي فعالية بتتعمل في اي مكان في مؤسسة مصر احنا في حضن الشعب المصري. ده شفه وشوية رعاع لا امتلك سوى ان اقول عليهم كده، لان حتى بالرئيسهم اللي المفروض يعرف ان في قامات رفيعة اعلى منه شخصيا انه يحترمها ويحترم اعتصامها ويحترم الثقافة المصرية اللي حضرت 7000 سنة، ويدرك تماما ان مصر قوتها وثقافتها، وثقافتها هي اللي بتطغى على العالم العربي كله. فالمفروض اذا ما كانش مدرك حجم الثقافة يبقى رئيس جمهورية ازاي؟ ده ما ينفعش غير رئيس سوبر ماركت. اين الرجال الذين لا يقبلون الطين ولا يمتثلون لآراء الفسدة؟ قالها وصدق. الحفاظ على شرعية الثورة ثمنها حياتي. قتلت غدرا وسجنت قصرا وظلمت بتهم جائرة، أرثي محمد مرسي الإنسان المواطن المصري الذي قتل بالظلم والسجن والقهر. إلى الدكتور محمد مرسي، إلى أول رئيس شرعي لهذه البلاد، سيسي قتل مرسي يقيناً لا يحمل شكاً ولا تهويناً، وإن لله وإن إليه راجعون، وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقه لمحزونون. ربح البيع يا دكتور مرسي، رحم الله الشهيد بإذن رب محمد مرسي. لولا أنه لم يقبل الدنية لظل الضباع
يرتدون ثوب الحملة. دلوقتي بقى الرئيس الشرعي وبقى عنده شرعية، الرياض القطري طعمه غير صحيح. يعني حتى زعماء المعارضة نصحوا، قيادات القوات المسلحة نصحت، الفريق السيسي نفسه نصح، واعتقد كل دول مرسوا اللي انا عملته. لو جينا نلوم تاني يرجع لنا نقطة مهمة جدا، معلش انا برجع لها، اللي هي حكاية انك انت كنت شايف فيه ومتى، هو الفريق السيسي كان شايف مرسي مانديلا لما حاول ينصح له اللحظة الاخيرة قبل ما يطلع البيان. بس حاول يا معتز، ما هو انت هتفضل طول عمرك معرض، ده غير ان انت كمان حقير. طبعا مش ممكن واحنا بنتكلم على النفاق والمنافقين والافاقين ننسى قناة الجزيرة وكر الافاعي الاكبر. وزي العادة وزي مغلوبنا نقول لكم ان قناة الجزيرة موجودة بس وسطنا وبتشتغل على التلفزيونات عندنا عشان خاطر تبث الفتنة وجلب التدخل الاجنبي في شؤون الدول العربية. فكروني وكأني عايش اجواء مقتل خاشقجي من جديد، خاشقجي اللي صدعونا بيه الجزيرة واذرعها الاعلامية والنشطة وكل الناس، لان بصراحة الجزيرة وكل اللي بيشتغلوا فيها وكل المتحالفين معاها ما هم الا حصان طروادة جوه وطننا العربي، وفي لحظة الحصان ده هيتفتح ويطلع اعدائنا من جواه، فينكون قد المواجهة ننسحب اكرم لنا. بس الافضل ان احنا نفوق من دلوقتي ونبدأ نحارب الحرب الفكرية علشان ما تحصلش الحرب العسكرية اللي الله اعلم وقتها هنكون قدها ولا مش قدها. وعلى سيرة الجزيرة، كان في مشهد غاية في الكذب والنفاق والتمثيل، المدعو المنصف المرزوقي احد ارامل الاخوان في تونس يطلع مداخلة فيديو مع قناة الجزيرة وبكل بجاحة، وبينما هو بيتكلم على وفاة الرئيس مرسي وبيتاجر فيها، يخرب بيت ام كده، هو ايه دخل السعودية في الموضوع؟ ايه علاقتها في الموضوع دلوقتي؟ مش قلتلكم متاجرة؟ وبعدين هو انت احرص من السعودية على نساء السعودية وعلى علمائها؟ اوعى يكون قصدك على شلة الاخوانجية اللي بتحاكمه، دول خانوا بلدهم في وقت حرب. بس صحيح هو مين يشهد للعروس؟ بس انت بصراحة منصف يا مرزوقي عملت حركة نكتة، سبحان الله ربنا كشفك وفضحك، كشف كذبك ورياء جماعتك. كل اللقاء مع مذيع الجزيرة وانت قاعد متماسك، وفي الاخر لما المخرج قالك اكشن كانت الاكشن، هو بدأت تتعيط بشكل تمثيلي فاضح، انت ممثل فاشل يا منصف. شوفوا اللقطة دي بالله عليكم وركزوا قوي ازاي لما شال ايده ولقى ان الكاميرا لسه عليه راح حاططها تاني. خدت بالكم من الفضيحة؟ طب شوفوها تاني كده، شوفوها تاني. مشهد تمثيلي فاشل، يا على الكذب والنفاق والمتاجرة، قد كده انتوا خاص؟ والله فكرتني بجماعة شبه جماعتكم بالظبط كده، جماعة بتشبه جماعتكم في حاجات كتير منها الدعاء المظلومية. شوف كده الفيديو ده. والله تشابهت قلوبكم واساليبكم وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وخلونا في الجزيره كمان شويه، وعندك تغريده للجزيره نقلا عن القيادي الاخواني حمزه زوبع، القيادي في حزب الحريه والعداله المصري حمزه زوبع، السيسي قتل مرسي بمشاركه السعوديه والامارات. يا حلاوه، فكرتني يا زوبع لما خاشقجي اتقتل وانت قلت ان السعوديه قتلت خاشقجي بمساعده الامارات ومصر. هو انت مفيش في دماغك الا مصر والسعوديه والامارات؟ مفيش دول ثانيه؟ خلاص الدنيا بخ. ده ايه الصدف الغريبة دي يا اخي؟ تتكسفوش على دمكم ابدا انتوا، كفاياكم متاجرة ونفاق. مرسي مات، اتعظوا من الموت، الموت قريب. نخش بقى على الزغلول الكبير، الحاكم بأمره وصاحب التخطيط الصهيوني لقناة الجزيرة والأزرعها الإعلامية والمستشار لأمير قطر الصهيوني عزمي أنتون بشارة، الزغلول الكبير اللي مشغل المرتزقة دول كلهم تحت إيده. شوفوا بقى كده بيقول إيه. استشهاد الرئيس المنتخب محمد مرسي في السجن بعد محاكمته من صغار الجلادين بلا جرم سوى كونه رئيس منتخب، حدث جلل ستكون له رمزية كبرى في مسيرة الشعب المصري والشعوب العربية من أجل الحرية والكرامة. الصهيوني عزمي أنتون بشارة عضو الكنيسة السابق والمرشح السابق لرئاسة وزارة إسرائيل واللي ملوش علاقة بالإسلام بتاتا، منح لقب شهيد لمرسي. وأنا الحقيقة أحب أقول إن ابن أنطون بشارة وصل لدرجة عالية أوي من الفجور، بس رك مش عليه، رك على الناس اللي بتطوعه وبتعمل له لايك وكومنت وشير. طبعا تغريدة عزمي أنطون بشارة دي لها دلالات، أهم دلالة فيهم إن ابن أنطون بشارة بيقول إن مرسي اتقتل غدر وظلم وإن الحادث ده جلل ومش لازم نقف عنده، وده تمهيد لحملة إعلامية كبرى هتكون قد حملة جمال خاشقجي كده 20-30 مرة. وطبعا دولة السفهاء قطر سابقا هتدفع مليارات الدولارات تمويل للحملة دي. ده دورك يا ابن أنطون، بس زي ما قلت الغلط مش عليك، الغلط كمان على اللي بيسمي نفسهم إسلاميين
وماشيين تحت طوعك وتحت إدارتك وتحت تخطيطك، وده أكبر دليل على عدم إسلامية أي حاجة هم بيعملوها. ما احنا شفناهم بصراحة وهم بيشحتوا تدخل أمريكا في الشأن المصري وبيحرضوا أمريكا على مصر، لدرجة إن واحد منهم كان لابس الكرافات تبع علم أمريكا عايز يقول لهم أنا منكم وفيكم بس ساعدوني. منتهى الوساخة، منتهى القذارة، منتهى الحقارة، بئس القضية قضيتكم. أما الكائن المدعو توكل كرمان اللي احنا مش عارفين له هل هو مذكر أو مؤنث، فده حكايته حكاية. توكل كرمان صاحبة الهوى والهوية الإخوانية وقعت في فخ النفاق من أوسع أبوابه. نزلت تغريدة بعد وفاة مرسي بتقول فيها: قتلناك يا آخر الأنبياء، قتلناك ليس جديدا علينا اغتيال الصحابة والأولياء. للعلم الأبيات دي لنزار قباني في رثاء المرحوم جمال عبد الناصر. الأبيات كلها كفر بواح لا خلاف فيه، والكلام ده لا يجوز أبدا حق اي حد. ولكن مش دي المفاجاه، المفاجاه ان نزار قباني لما قال الكلام ده علماء المسلمين بما فيهم الاخوان المسلمين كفروه وقالوا عليه كافر وزنديق، وقالوا ان هذا القول لا يجوز. ويشاء السميع العليم ان تسقط الاخوانيه توكل كرمان في فخ النفاق، ويسقط كل متابعيها معها في نفس الفخ. فاستعملت نفس الابيات ولكن لغثاء دكتور مرسي، فقام متابعيها بما فيهم من قامات وهامات وعلماء الاخوان المسلمين والمشايخ باعاده نشر التغريده على حساباتهم الخاصه، في تاكيد واضح على النفاق وعلى ان الجماعه دي الدين بالنسبه لها مجرد عبايه تلبسه وقت ما تحب وتقلعه وقت ما تحب وتلبس مكانه قميص النوم. اما بقى اللجان القطريه المموله من قبل عزمي انطون بشاره فحدث ولا حرج. ولو فكرت ان انا اوريكم اللطميات والبكائيات والنواحيات اللي هم عاملينها على وسائل التواصل الاجتماعي فاحنا محتاجين 30 حلقه، ولكن كنموذج بس شوفوا الصوره دي. الكلام ده كذب فاضح والهدف واضح، عايزين يبينوا اللي بيحكموا مصر كفار، منعوا حتى المصحف عن الرئيس المسجون. وده مش غريب عليهم لان الاخوان المسلمين بيعتبروا نفسهم الاسلام والاسلام هم وبس، واي حد مسلم مش عضو في جماعه الاخوان المسلمين او مش موالي للاخوان المسلمين فاسلامه ناقص او مشكوك فيه او مش موجود بالاساس. الكلام ده على فكره مش هي اللي بقوله، الكلام ده قاله حسن البنا، والاخ ده من غزه الله يهدينا ويهديه. شوفوا بيقول ايه: اغتيال الخليفه الثالث عثمان بن عفان في 17 يونيو سنه 656 ميلاديه، اغتيال الرئيس الشرعي محمد مرسي في 17 يونيو 2019 ميلادية. طبعا ما اقدرش اقول غير انه بيشبه الرئيس الاسبق محمد مرسي بسيدنا عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. حاجة غريبة والله، وحسبي الله ونعم الوكيل بجد. يعني معنى كده ان هما الاثنين بيشبههم ببعض، انه بيشبه اللي قتل ده باللي قتل ده، يعني اللي قتله دكتور مرسي هما اللي قتلوا عثمان بن عفان. برغم ان دكتور محمد مرسي مات قدام الناس كلها اللي كانت موجودة في المحكمة، وبعد ما طلب كلمة واتكلمها سبحان الله. ما هو مات موتة طبيعية، هيتجرب دمه ازاي؟ خلاص نعتبره اتقتل. والعقل الباطن هيصور للناس كلها اللي متعاطفة مع الاخوان المسلمين ان فعلا مرسي اتقتل. جدودك كلهم عاشوا واتدفنوا وراوا البلد ديت بدمهم. جدك مات في 48، خالك مات في 56، عمك مات في 67. ماتوا شهداء يابا؟ لا ماتوا في حوادث عادية بس العيلة اعتبرتهم شهداء. غتيتة كده. ده مش بعيد يكونوا حاطين له حباية تحت لسانه تموتوا بعد ما يقول الكلمة بتاعته. المهم ان هم عايزين يقولوا انه مات او اتقتل على ايد كفرة، وقتال الكفرة دول واجب ديني. الموضوع هنا خرج عن اطار القانون، دخلنا في الواجب الديني. بذمتكم في تحريض على مسلمين اكتر من كده؟ هي بخت المساد بيكم والله. هيلاقوا منين الناس تشق الصف اكتر منكم؟ فعلا لما اقول لكم ان عزمي انطون بشاره ورا كل اللي بيحصل ده يا ريت تصدقوني. اللي فات ده كان مجرد نماذج صغيره ومختصره، في حاجات كتيره محتاجه حلقات كتير قوي عشان نعرضها، وحلقات تانيه اكتر علشان نشرح النيه الخبيثه اللي ورا كلامهم ده واللي عايزين يوصلوا له. بس انا اكتفيت بالنماذج دي وصدقوني مش قصدي ابدا التريقه عليهم. وتعالوا نتكلم بصراحه شويه. مرسي مات ولكل اجل كتاب ولا تجوز عليه الا رحمه. ولكن لما الاقي حد مش من مصر بيقول على رئيس مرسي انه رئيس الشرعي واللي بيحكموا مصر دلوقتي هم كفره، فانا طبيعي مش هقبل الكلام ده، لان معنى كلامك ده ان انا كمصري راضي بحكم الكفره، وانت اساسا من بلد تانية والمعلومات اللي انت بتاخدها عن مصر هي بتاخدها من الاعلام اللي انت بتتفرج عليه، الا الله اعلم هو بيقول لك ايه وبينقل لك الصوره صحيحه ولا الصوره خاطئه. فياريت كل واحد يركز في بلده، بلدنا بلد كل واحد محتاجه له، لو ركز مجهوده في بلده ورفعت شأنها اكيد بلده هتبقى مستواها احسن شويه من ان احنا نسيب مشاكلنا وندور على مشاكل غيرنا ونعمل نفسنا مفتحين ونصحين وعلماء واحنا اللي هنحلها. صدقني لو الشعب المصري مش حابب او مش عايز الرئيس السيسي في الحكم والله ما هيقعد في الحكم يوم واحد. ومبارك ومرسي خير دليل، مبارك في جبروته ما كانش حد متخيل ابدا انه ممكن يتخلع من كرسي رئاسة، ومرسي بجماعته وبسطوه جماعته وبلطجه جماعته من الشوارع برضه كنا متخيلين ان الصعب جدا نزعوهم من الحكم لولا ان الجيش وقف معانا. فياريت يا تلتفت لشؤون بلدك يا تقول كلمه طيبه لاخواتك المصريين تصلح الحال ما بينهم مش تولعها زياده. ما هو بالعقل كده يا صديقي ويا اخي العربي، مش انت اللي تقول على حاكم او زعيم او رئيس او رئيس وزراء انه شرعي او مش شرعي، دي حاجه بينه وبين شعبه واهل الحل والعقد في البلد اللي هو فيها. ف
فمالكوش فيها وخليكوا في بلدكم، احنا اضرب بلدنا، اهل مكه اضرب بشعبها. اما المصريين المصرين على شرعيه الرئيس مرسي، ما تنسوش ان مرسي كان ضحيه. مرسي اتظلم اولا من الاخوان لما حطوه على كرسي الرئاسه قبل ما يتظلم من الشعب اللي نزل وعزله. مرسي استعملوا الاخوان كواجهه في القصر الرئاسي، ومن وراه خيرت الشاطر الرئيس الفعلي للبلاد، ومعروف للقاسي والداني ان اللي كان بيحكم مصر مكتب الارشاد مش قصر الاتحاديه. الادله على الكلام ده كتير قوي، وممكن نخصص لها حلقات مش حلقه واحده بس. بس احب اقول لكم ان في اللحظه دي وانت بتتفرج على الفيديو ده، في اطفال ونساء ورجال في العراق وفي سوريا بيتقتلوا وبيتهجروا من بيوتهم ومن بلادهم، كل ذنبهم ان هم عرب سنه. وفي اللحظه دي الحوثي الموالي الايراني الشيعيه بيتخذ مدن يمنيه باهلها ونسائها واطفالها كدروع بشريه لصالح تحويل اليمن لولايه ايرانيه جديده، زي ما حزب الله عمل في لبنان. طب تصدقوا بقى ان من المفارقات الغريبه ان في واحد فلسطيني تم اتهامه ان هو جاسوس في تركيا، هو اتقبض عليه بعد ما دخل تركيا بثلاث ايام. تخيلوا ثلاث ايام قدروا يعرفوا ان هو جاسوس، ولما قبضوا عليه وقعدوا يحاكموه ما عرفوش يثبتوا عليه ان هو جاسوس، قاموا قتلوه وقالوا انتحر. فيقوم الطب الشرعي التركي يطلع تقرير ان الراجل مات نتيجه للاصابات والكدمات اللي اصيب بيها جراء التعذيب. فنقوم ننشر الصور بتاعته وبتاعه التعذيب بتاعته، ولا قناه من اللي بكت وتباكت على جمال خاشقجي تنزل ولو كلمه كده في الشريط اللي من تحت عليه. فيشاء السميع العليم ان في نفس اليوم محمد مرسي يموت وهو واقف في المحكمه قدام الناس، يعني ولا مقتول ولا مسموم ولا مغدور ولا حصل له اي حاجه من اللي حصلت لزكي مبارك. فيقوموا الناس كلهم اللي كانوا مطنشين موضوع زكي مبارك يمسكوا في قصة محمد مرسي اللي مات موتة ربنا ويحولوه لشهيد وقتيل. زكي مبارك اللي نزعوا كل أحشائه حتى لسانه، مفيش قناة واحدة من القنوات الوسخة ولا حساب من حسابات السوشيال ميديا اللي بيديرها واحد من المنافقين اللي عاملين نفسهم نشطاء اجتماعيين ولا نشطاء سياسيين ولا نشطاء زفت، مفيش كلب منهم فتح بقه وقال كلمة. فيقوم اللي مات موتة ربنا يتحول لقتيل وشهيد. يا ولد الكلب سامحوني مش هشيلها في المونتاج. فرسالتي للكل يا ريت ما تقعش في فخ النفاق، ويا ريت تشوف بعينيك الاثنين مش بعين واحدة، تشوف الصح صح وتشوف الغلط غلط، وما تسمعش الاعلام واحد، اسمع لده واسمع لده وخلي عقلك يحكم ايه الصح وايه الغلط. ما تخليش اعلام يوجهك لا مع ولا ضد، اجمع معلومات وحكم عقلك واستخير ربك. انتوا مش ملاحظين ان في احداث معينه في ناس كده بتسخن فيها وبتستغلها، وفي احداث تانية بتعدي مرور الكرام؟ طب هي فين الناس اللي هاجت لمرسي واللي هاجت قبل منه لجمال خاشقجي لما اتقتل زعيم السنه اللبناني رفيق الحريري، واللي لحد النهارده مش عارفين نوصل للي قتله؟ ما بنشوف لهمش كاني تصريحات ولا تذكيرات بان الراجل ده لازم نجيب حقه ولازم نجيب اللي قتله. ما انا زي ما قلت لكم هي ناس ناس وقضايا قضايا، ولحد دلوقتي حقه ما جاش وما اعتقدش ان هو هيجي، لان ما فيش وراه ماكينه اعلاميه جباره زي اللي بيقودها عزمي انطون بشاره. في النهايه هفكركم، مرسي الله يرحمه دلوقتي ما بين ايدين ربنا، ادعوا له برحمه لعل موته تكون خير، وما تظلموهوش بانكم تقولوا اخر الانبياء، ولا تظلموه بان انتم تقولوا ده كان جاسوس. هو كان رئيس مصر الاسبق، الله يرحمه. لو عجبك المحتوى مش مشترك في القناه يا ريت تشترك، ويا ريت لايك وكومنت وشير وانت معدي. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.